يمشي وش نعرفوا بعد اسباب الاضراب نتاعهم علاش وقتاش يتم استئناف العمل. سينو قبل هذا نهزكم البمبلة من ولاية المنستير. تفكروا معايا قبل كنا خذينا في زوم 73 قضية المرأة اللي تخدم عاملة في مركز الأمن في بمبلة واللي تم القبض عليها والاتهامها بتهمة السحر والشعوذة. برشا عائلات في بمبلة شكاوا بها، عدات المدة نتاعها، خرجت دارها محروقة، برشا اعتداءات في حقها وحق أولادها. نسمع منها تفاصيل في إطار حق الرد سويت في أخبار الساحل. أخبار الساحل في زوم 73. مدام سعيدة صباح النور. مرحبا بك على موجة نجمة فاء. عايش مدام سعيدة، أنت المرأة اللي كما قلت تهموها جيرانها في بمبلة بأنها تعمل في السحر والشعوذة تحط فيه في الجبينة. عديت أنت المدة متاعك هكا ولا؟ عديت. به عديت وتحاسبت بالقانون. حاسبت بالقانون وما عملت حتى شيء. شيء ما عملت. وسع بالك، وسع بالك مدام سعيده، خلينا بشويه نفهموا منك شنو اللي صار. انت طلبتنا وتحب تاخذ حق الرد بعد ما ريت الكلام نتاع جيرانك على موجة نجمه فهم. دونك فسر لنا شنو اللي صار، علاش انت متهمه بالسحر والشعوذة؟ هذايا تتهموني على خاطر هذوما، هذايا جاري ومن بلادي وهو اللي مدام سعيده تقرب شويه تليفون باش نجمو نسمعوك خاطر صوتك متقطع. أبايا جاري ومن بلادي. إرهابي. إيه؟ شو إرهابي؟ يدعم فيها، حكومة كاملة يدعم فيها عليا. ويدعم في الولادة ضايا الطفلة ضايا الشاهد والطفلة ضايا اللي كانوا عليا، يعني الطفلة ضايا زوزوني جي لحكارك وكل شيء. وأنا في مركز الأمن. خافوا مني، أنا فقط كم اللي هما اللي هما يخرجوا الأطار ويعملوا الزطلة ويعملوا كل شيء. دونك انت اكتشفت اللي هما يهربوا في الاثار ويبيعوا في المخدرات، خافوا على خاطرك انت تخدم في المركز. دونك خافوا لانت تبلغ عليه، يعني نبلغ عليه. هذا كلام هذا كلامك انت مدام سعيده. هذا كلامي انا، ما حد طلعوا في جرتي. ثلاثه اربعه طلعوا في جرتي، انا زوزت للمركز في صيحت وخمت على روحي. جيت مروحه وقلت لي الزميل قال لي ما تروحش، ما تمشي نعمل مصاريف ليدي، انا يدي مجبره كنت ما زدتش حاجه كبيره. قال لي ما تمشيش. قلت له علاش ما تمشيش يدي؟ قال لي لا راي هكا وكا. قلت له انتم شنو رايكم فيا؟ تاكلوا في نعمتي كل شيء. قال لي احنا نصح عليك الدور بالعشره انت ما تعملش شيء، اما هما متهمين. تحموا عليا كلهم، تحموا عليا كلهم، عيال عيال، ولا ما جا وربي يخلي الا ما جا سته ولا سبعه كراهب من منطقه عجماء على المركز واني فما. مدام سعيدة قرب مرة أخرى تليفون باش نجم نسمعوك خاطر باقي صوت يهر. قضني للوحدة المنطقة تاع جماع للعشية، جيت الشاهد ضايع. قلت له يا خي أنا نعرف بس كان نهار جيت الزطلة ولا تعملوا الأثار أنت سي فلان الفلاني ضايع. أنا ما نعرفكش ولادي في كلية ربي، أم سبع أولاد وربي فوقي. قال لي اني ردت زوجت الدار. قلت له اني بابي صغير وما سكرش، كانت امراه اخرى حسيبها ربي زادا. اني ما عملت، اني حسيبي ربي. كلموا معايا هما، قالوا راه هذه عندها 10 سنين معانا في المركز ما تعمل حتى شيء. حتى شيء ما تعمل. ما احنا كنا اني كان نعمل، راني عملت ولا جماعه لو ياكلوا مع راسي الناس الكل وقفت معايا، راني عملت الواحد، راني فكيت روحي. ما حسيبي ربي كان عملت هذاك ولا نعرف حاجه. بعد تالي روحت لدار بابا، ضربت 4 شهور في دار بابا. اما اي تعديت شكايه في حقك ودخلت انت للسجن؟ لا دخلت للسجن. قديش عديت؟ شهر 27 يوم. شهر 27 يوم تحكمت فيهم؟ تحكمت. ما تحكمت لحد شيء، خرجت كهو. في الايقاف معناتها. بقوا علي حتى شيء. بعدم سماع الدعوه خرجت. انا عملت سماع الدعوه ما زدت ما خذتش ورقتي. باهي. دونك كي خرجت شنو لقيت؟ خرجت مشيت لدار بابا. مشيت لدار بابا قعدت 4 شهور. ولدي بات في داري. جاو سالوا في ولدي، لا قبل بس ما فوتك. جاو درجه عمل الواحد بالمقرون على داري. جبت الحاكم لمن وصورت داري. وعملت القضيه. رغم ما فما شيء، ما جاني شيء. وداري بالرش معبيه. عاد ولدي بات بعد الرش هذاك زاد حرق. هما مشي نيت مشي قلت لولدي تحرقت في داري، كنت تهد على ما يسبق كنت تهد نجيب قصاوة. حرقوا لي داري، مشيت عملت عريضة وكل الجمهورية، صحح لي وطلعوا معايا الأمن.
وقفوا قدام الباب ومشوا على رواحة. ما رد شيء في الوقت الآن، وأنا برا نستنى. بعد ذلك زاد ولدي ماشي الفارماسيش ياخد دواء، زاد عرضوا له بالواحد، عندي شهادة طبية وعندي شكاية، كل شيء ما يثبت. بعد ذلك روح نهار لحد روحت ربع ساعة في الوقت. قلت يا ضيف ثلاثين يحسوا أنا كنت ربع ساعة ما تروح، أنا ما عادش نسمى راجل. أنا زورت ولادي زورت على روحي، جاوني قرابات 30 رقم، راجل وامرأة وثلاثة مجارب. ولدي توا إجا لعينه فتفرج في الكتاب. معناتها هجموا عليك جيرانك للدار. هذوما اللي عملوا لي التهمة للحبس هما اللي هما الكل، وضيع في ولدي بلادي أضيع اللي دعم فيهم وضيع اللي معاهم اللي زوجني. من غير ما نسميو أسماء مدام به أغزر. نداءك أنت اليوم علاش حبيت توضح أنت الحكاية اللي صارت اليوم سمعتك وليت كيفاش؟ بس توصل القضاء، بس توصل المحامين، بس توصل كل شيء، راني أختك، راسي، راني راسي مريض، بدي خنفس، راني أم سبعة أولاد، راني مشغلة لبرا، إجي تفرج على داري. إجي شوفني، كنت ناخذ 300,000 قايمة بولادي، ومش نسكن أنا توا، راني أختهم، راني تنسية. استهدى بالله مدام، انت شنو طلباتك اليوم؟ تحب انت ماذا بيك انه يكف يتم كف ال استهدى بالله مدام سعيده، استهدى بالله مدام سعيده، واسع بالك واسع بالك. انت اليوم شنو طالبه؟ طالبه انه على قليل يتم معناتها جيرانك ما خاطر سمعتك تضرت في حكايه السحر وكل، باش ما يهجموش عليك، باش ما تكونش انت محل اعتداءات انت وعائلتك. اش عملت ثاني مرا نظيفه عليا مدام سعيد؟ من غير ما تبكي، هو القضاء اذا كان كيف ما تقول انت خرجت بعدم سماع دعوة، دونك القضاء براك من التهمه هذيا، ولكن انت طلب نتاعك انه الجيران ما عادش يقعدوا يعايروا فيك بين قوسين بالحاجه هذه، والا اولادك زاد يتم الاعتداء عليهم. وحكاية الحرقة متاع الدار هذا هو الحرقة متاع الدار. ولدك شنو الحالة الصحية متاعه؟ شكون ضربوا بالكرتوش؟ يضربوه هذوما كانوا لي سبب في الحبس، ضربوه ولدي بالكرتوش يجي على عينك وتفرج الدار تبوه خلي عديكم. تصور ولدي تصور كل شيء، تحب تصبلكم تصور، تصبلكم تصبلكم السيديات ولدي باللحية والموت. أنا مرزة والدي راسي مرزة القلب في غلطة واسع بالك مدام سعيد، واسع بالك واسع بالك، ان شاء الله ربي يحفظ ولدك وان شاء الله يقوم لاباس. مدام سعيده استهدى بالله ان شاء الله تكون صوتك وصل. سامحني باش نقص عليك على خاطر نعرف اللي انت في وضعيه صعيبه ما تنجمش تتكلم بالكدا. صوتك وصل مدام سعيده، نقعدوا في المتابعه. للقضاء الكل صوتك ان شاء الله يكون وصل على الفيديو نتاعك، موجود على الصفحه الرسميه نتاعنا، واكيد نكونوا في المتابعه. ميرسي بوكو مدام سعيده، استهدى بالله ان شاء الله ربي معاك وان شاء الله باللطف على ولدك. دونك مدام سعيده نعاود نذكر هي اللي تم اتهامها في بنبلة بالسحر والشعوذه، تقول هي انها خرجت بعدم سماع دعوه من القضيه هذه، تقول زاده انه القضيه اثرت على حياتها وعلى حياه اولادها، وقت اللي خرجت القدرها محروقه، فما اعتداءات متكرره عليها وعلى اولادها بسبب هالمشكل هذايا. دونك بربي شويه ضبط النفس احنا نعرفوه مع اعوان الامن، ولكن على قليله الجيران ما فيها باس، سيسوا رواحكم، ما فماش علاش كرتوش وفما هجوم 30 شخص، هذا حسب كلامها هي بيان سور، ديما العهد على من رواه، دونك ما فيها باس. استهداوا بالله الناس الكل، السلطات وعقلاء المنطقه دخلوا في الموضوع هذا اذا كانت نجموا، ويقعد ديما القضاء هو الفيصل. المراه اليوم كيف ما تقول هي والعهد على كلامها هي انها خرجت بعدم سماع الدعوه. تفاصيل الفيديو تلقاوها على الصفحه الرسميه لنجمه فام اذا كان فما حق الرد، وبيان سور نرجع ديما الحق الرد اذا كان فما شكون يحب يجاوب على الموضوع هذايا. مرحبا 73 278 600، سينو هاكم تشوفوا كيفاش الاتهامات. ربما ما نعرفش انا مش نحكم لا عشوائيه لا ماهيش عشوائيه، ولكن صار اشكال شهر 27 يوم المرأة في الحبس تخرج قدرها محروقة، ما نعرفش انتم شنو رايكم. كلمونا 73 278 600.